بنعمل كمية الأسماك اللي هند بتمر بفترة صعبة جدا. يعني كانت فكانت بتيجي على التصوير دايما في حالة لازم تتخانق مع المساعد مع الكوافير مع مدير الإنتاج، يعني لازم تدير بثلاث شغلات. وأنا ما كنتش بتدخل، أنا كنت بس الحاجة الوحيدة اللي بعملها كنت أروح لها فاتنتي إحنا هنصور بعد ثلاث دقايق، مش نفسي أبوظ لك المود البشع بتاعك يعني حافظي عليه بس تعالي صوري بعد ثلاث دقايق. الكارثة إنها بعد ثلاث دقايق بتيجي وكأن شيء لم يحدث وتمثل. أشكرك. ميرسي ميرسي يا أسري على الفضيحة، شكراً. وعلى قد ما أنا مريت بفترة صعبة فعلاً أيام جريدة الأسماك، على قد ما أنا استمتعت بالشغل معاك. وأنا لازم أقول كده بجد، أنا حبيت كنا بنلعب، أنا بحب قوي أسلوبك في التعامل حتى مع الممثلين. يعني أنت الوحيد اللي كنت بتحترم مودي السيء ده، بتقولي أنا بحترم مودك الوحش ده بس عايزك تبقى قدام الكاميرا. أصل مش كل الناس بتحب إن الممثلين يبقى ليهم حالة جايين بحالتهم دي التصوير. احنا مش مكان ومش روبوت، مش مطلوب مننا ان احنا نبقى بابتسامه سعيده كده طول الوقت. والصراحه انا محظوظه ان انا اشتغلت مع مخرجين، شايفه منهم ثلاثه هنا النهارده، ثلاثه عارفيني شخصيا وفاهميني شخصيا، وببقى لما بشتغل معاكم بحس ان انا هنا انا على طبيعتي.